مفتوحة للدراسة، أي نقدم على غلق كل أبواب الجامعة ومقر الخدمات الجامعية احتجاجا على تهميش الطلبة المقيمين بالمنطقة الشمالية للولاية، والذين طالبوا السلطات بإيجاد حل نهائي لمشكل النقل بتوفير حافلات تجاه مدينة نسا. التفاصيل في ميكروفون رشيد مشورب. أنا النقل لهنايا رانا نعانو، عندنا معاناة كبيرة. شغل ما كاش حتى 40 كيلومتر من تنس، كاين 30 ولا حارمنا من الكوس. حنايا دروك حنا الإقامة تاعنا يا ما تساعدناش، حنايا نبات ماذا بيا نبات في الدار. الناس تقعد هنا حتى 7 العشية وما كاينش البيس ولحد الصباح. الناس تبكر على 5 تاع الصباح ويقراو 8:30، من 5 8:30 ما يوصلش، يوصل الروطار. الشعب حنا صافي درك درنا اونغراف هكا، بالك يشوفوا لنا التفاته يديروا لنا كوس. ما طلبناش مطالب كبيره، طالبين غير النقل الجامعي اللي يدي مولات فارس لتنس. رغم من ان القانون يسمح لهم باش يستعملوا هذا وسيله الخدمات الجامعيه، لكن بعد ما تكلمنا مع الجهات الوصيه قال لك هذا القانون ليس بقران لكي يطبق على الطلبه. حاجه ثانيه، احتجونا بالاقامه الجامعيه التي لا تعتبر إقامة جامعية. عدم استجابة الإدارة وعدم التفاتهم إلى الطلبة الذين هم في احتجاج عن حقوقهم البيداغوجية المهضومة. العديد من المشاكل مطروحة على الطاولة. هناك كلية مشلولة وفيها انسداد كبير، وهي كلية علوم الطبيعة والحياة، لا إدارة ولا عميد.